يسوع معه أبدا ميلادا للمظاهر. بداية لتغيير وأكيد تكون أنت داير لو لسه عايش بالمظاهر. تعال أوريك وين الجواهر تلقاها في الميلاد أصله الجوهر وما مظاهر. سلام ونعمة لكل الناس اللي بيسمعونا في راديو سمر. أهلا وسهلا بكم، سعيدين أنكم تكونوا معنا في برنامج الميلاد مظهر أم جوهر. رحبوا معي بضيف البرنامج هيثم حسن وإنجي، مرحب بكم في هذا اللقاء. مرحب بك يا سمعان، كل سنة طيب. كل سنة طيبة، يسعد أيامك يا ربنا يحقق الأمان. الله يخليك هيثم، أهلا وسهلا بك. ورغم أنه الموضوع بيتكلم عن السلام والأمان، أهلا وسهلا. أهلا كل سنة أنت طيب. شكرا يا جميل. إنجي، الإنسان بيحتاج لكثير من الحاجات، شنو أكثر حاجة بيحتاج لها الإنسان في حياته؟ طبعاً زي ما أنت قلت، الإنسان بيحتاج لحياة كثيرة شديد. أي. وما بنقدر نحصي الحياة اللي بيحتاج لها الإنسان، لكن عشان كل حاجة تحقق من كل احتياجات الإنسان لازم نكون في سلام وأمان. أمين. لأنه لو ما في سلام ما حتقدر تتمتع بأي حاجة من حياتك اللي أنت محتاج لها. بكل تأكيد. هيثم، لو غاب السلام والأمان ما هنقدر نستمتع بحاجات كثيرة جدا في حياتنا، ودي الحاجة المهمة والأولوية لكل إنسان. لكن يعني شنو سلام وأمان؟ بصراحة يا سمعان، الموضوع ده كبير، موضوع مهم جدا، لكن أقدر أقول لك إنه يعيش الناس كله في أمان من غير خوف. يعني تكون قاعد في حتة، تكون قاعد في مكان، يعني ما في شيء يهددك أو ما في شيء يخوفك أو ما في شيء يعني يخليك أنت تقلق أو يعني ما مطمئن. يعني حتى وانت موجود يعني مثلا في السوق، يعني حتى المكان انت ماشي تشتري فيه، يعني انت عارف نفسك انك مستريح، يعني حتى في تعاملك مع اي مستهلك او اي متجر او اي شيء. في مناطق حتى مهددة بالسلام، فصعب انك انت يعني بتتكلم انت تكون في امان مستقر، اولادك اهلك، هذه مشكلة كبيرة جدا جدا بصراحة. تعيش بأمان بدون ما تتعرض لأي مهدد، لأي خطورة، لأي شيء ممكن. نتمنى هيثم نكون دائما عايشين في سلام وأمان. إنجي، السلام مهم في حياتنا، كيف الإنسان يقدر يحقق السلام في حياته اليومية، وخاصة وإحنا محتاجين للسلام في الأيام دي؟ طبعا السلام أعتقد أنه ما بيقدر شخص واحد ولا نفرين ولا ثلاث نفار. الحاجة دي بتعتمد على يعني منظومة كاملة، تمام، على الدولة بأكملها، على البيت بأكمله. لو جينا مسكنا الجزء الصغير، البيت بأكمله بيحتاج إنه كل واحد يكون عنده دور حقيقي في السلام. لو مسكنا على جانب العائلة هنلقى إنه كل واحد لازم يكون عنده دور حقيقي في صنع السلام. ولو مسكنا على دور الدولة ككل، كل واحد في الدولة من الرؤساء للمواطنين لازم يكون أي واحد عنده دور حقيقي في السلام. ما في دور واحد بيقدر يحقق السلام، لكن هي مجموعة كاملة، كل الناس تكون عندها دور حقيقي في نصنع الحاجة دي وتستمر. يعني نقدر نقول كلنا محتاجين نساهم في بناء السلام، وكلنا محتاجين الأصدقاء المستمعين إننا نساهم في عملية السلام. خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل معكم الحلقة ما تمشي بعيد. كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، جاء مرسال ملائكة من رب الأكوان، دوزنت وغنت بأجمل الألحان، قالت للناس المسرة والأمان، لأن القدير عنده خطة للإنسان عشان يعيد علاقته اللي اتخربت في الجنة زمان وخلت جواه خوف وعدم أمان، لكن بالميلاد نعيش في سلام وإطمئنان. مرحبا بكم الأصدقاء المستمعين اللي بيسمعونا في كل مكان. رجعنا ونتكلم عن السلام، وهيثم، نحن دائما في الوضع الموجودين فيه الآن، ربنا يجيب السلام في بلدنا السودان، وكل الناس تقدر تعيش بسلام وأمان، لكن قبالنا محتاجين كمان
نعيش السلام الداخلي. فكيف أنا وإنت وغيرنا نقدر نعيش السلام في دواخلنا؟ صراحة سمعان خليني أقول لك في نقطة أو نقطتين. خلينا نكون ناس مسؤولين، وبتفق مع إنجي قبل شوية إنه صعب إنك أنت تقول براك بتقدر تصنع السلام. وعرفنا وسمعنا وقرينا عن أبطال عشان يجيبوا السلام، وفي نقطة بتقول على إنك أنت عشان تجيب سلام لابد تدخل في حرب، فعشان يجي السلام في حرب، فده من أصعب. عشان كده بعد كده الناس تقعد في طاولة وتجلس وكده. خليك مواطن فعال، دي واحدة من الحاجات المهمة عشان تقدر يعني تكون حلقة وصل بين الناس التانية، دي واحدة من الحاجات المهمة. وكمان عشان يكون في سلام داخلي ساهم في خدمة المجتمع، إنه كيف أنا أكون اجتماعي، أقدر أربط وأقدر أساعد، أقدر أقف مع الناس في المجتمع وأقدر أساهم في الخدمات اللي بتقدر بتوصل أو يعني تخلي الناس تكون متعاونة ومتساهلة مع بعض. السودان في ظروف صعبة، إحنا زي ما شايفين وضعنا حالنا صعب جدا جدا، وكل يعني أجزاء السودان في قلق، لكن ده كيف حي داير تكاتف، داير تعاضد، داير إنه الناس يعني تشتغل على إنه تلعب دور التوعية في إنه لابد أخوان نتكلم بطريقة السلام. لابد إحنا نفتش عن وسائل بدل حرب نجيب السلام لبلدنا. معناه ده حاجة يعني متعاون فيها مع بعض عشان نقدر نساعد بلدنا ونساعد شعبنا عشان نكون في استقرار وأمان. نتمنى دائما يا هيثم نكون في استقرار وأمان، وكلنا نتشارك في عملية السلام. بالتأكيد إنجي كلام مهم اللي كان بيقول فيه هيثم، إنه كلنا كمجتمع محتاجين نبني السلام. هل كفاية نكتفي بسلامنا الداخلي ولا محتاجين كمان ننقله للناس التانيين؟ السلام عمره ما حيكون بس إنك أنت من جواك حاسب السلام. ده مهم، لأنه ده هو بداية السلام العام الموجود في الخارج. لما أنت تبني سلام داخلك اتجاه أخوك اللي قدامك، اتجاه نفسك في الأول، عشان بعد كده تبني سلام مع أخوك الثاني، لازم إنه الحياة تعاش وتطبق في حياتنا العملية عشان نقدر نكمل الحياة. وإحنا لأنه يعني ما حنقدر نعيش الدنيا بدون ما يكون في سلام، بدون ما يكون في أمان. أبسط التفاصيل بنحتاج فيها إنه نكون آمنين وسالمين فيها. والحاجة دي ببساطة شديدة جدا، إنه لما ندرك إنه القدامك ده إنسان زيك، لما تدرك إنه القدامك ده زي ما أنت محتاج إنه الناس تكون معاك في سلام وأمان، أخوك القدامك محتاج برضو إنه يكون معاك في سلام وأمان. أمين. أدرك الحاجة دي واحترم أخوك القدامك وقدره، قدر إنسانيته، قدر يعني تقبله كمان، تقبله مهما كان اختلافه عنك، لأنه ده الشيء اللي احنا محتاجين له في بلدنا، إنه احنا نقبل بعض، نقبل مهما كان اختلافاتنا، إذا كان ثقافية أو إذا كان قبلية أو إذا كان حتى دينية. الاختلافات سوداننا كبير واسع للكل، ويقدر يشيلنا طبعا حقيقي، وبيقدر يشيلنا. والحاجة دي ما بعيدة، ممكن كل واحد يبتدي بنفسه، يبني سلام مع نفسه في الأول، وبعد كده يبني سلام مع أخوه الثاني، يقبله ويحترمه، وحقيقي نكون بنعيش الحاجة دي في بلدنا، لأنه ده الشيء اللي إحنا محتاجين له. شكرا كثير يا إنجي، وشكرا هيثم. محتاجين عزيزي المستمع نعيش سلام في دواخلنا، ونعيش سلام مع التانين، وكمان نعيش في سلام مع الله. وداير أقول لك كمان في هذا الميلاد، أرجوك إنك تقبل إله السلام، لأنه جيت ولد عشان ما أنت تلقى سلام. شكرا لكل الناس اللي سمعوا لي حلقة الليلة، نتلاقى في الحلقة الجاية، وربنا يحفظكم، ودائما نعيش في سلام. Show. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
بشير الرعى من ملاك بالخبر. اليوم قد وليت لكم فاد البشر. يا ليتني قد وجدت لأرى ذاك الظفر. يا ليتني قد وجدت لأرى ذاك الظفر. هللويا 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 فلتهتف لك الشعوب. جند من السماء كانوا يرنمون الأرض ومن فيها كانوا يهللون.